بقى لمهرجان العالمي. هذا الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط واللي ليه صدى كبير جدا وردود أفعال واسعة خلال الفترة الأخيرة سواء على مستوى مصر أو خارج مصر من المشاركين من الدول اللي بتشارك من بره مصر ووسائل الإعلام اللي اهتمت بهذا الحدث بالتحديد. فعاليات رياضية مستمرة، مهرجان رائع مميز مختلف. امبارح أقيمت مباريات لعبة تيك تاك بول، طبعا كان بيشارك فيها نجمات عالميات على ملعب الشاطئية بنورث سكوير. طبعا الحضور كان مجاني من خلال شركة تذكرتي اللي نظمت عملية الدخول لكل المهتمين والمشجعين. يعني ايه لعبة التيك تاك بول؟ هي كرة قدم بسيطة بس بتتلعب مع زميل او صديق، والكرة بتتلعب عن طريق طاولة من طاولات تنس الطاولة، بتتلعب بقى بالراس بالرجل حسب بقى الامكانيات وفيها محددات كده. هي لعبه طبعا مشهوره انتشرت وبزغت كده مع نجوم العالم، هي انتشرت بتوسع اكتر من عام 2019. شفنا اكيد بيمارسها اكبر الانديه الكبيره زي برشلونه، زي مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، حتى اللعيبه الكبيره بقى في بيوتهم عندهم الترابيزه دي بيلعبوا بقى هو واهليهم. هتلاقي ميسي مثلا بيلعب مع ابنه، هتلاقي مثلا روبن بيلعب مع ابنه، هتلاقي اكتر من كام لاعب عالمي عنده الترابيزه دي في البيت، رونالدو مع ابنه، هتلاقي رونالدو مع صديقه. فلعبه مميزه جدا، طبعا محتاجه فنيات عاليه جدا ومحتاجه لياقه بدنيه عاليه جدا، مش اي حد بيلعبها طبعا. لكن في ظهور لنجمات عالميات كبيره جدا ظهروا امبارح معانا في هذه المهرجان، في هذا المهرجان بالتحديد. اكيد المهرجان بيوصل رسائل كبيره جدا ان مصر اتغيرت، مصر بتتطور، مصر الجمهوريه الجديده فيها كل حاجه، فيها التطوير على المستوى البنيه التحتيه، التطوير على مستوى الفكر والعلم والاداره. خلونا نروح نشوف تفاصيل هذا التقرير المهم من العالمين على لعبة التيك تاك بول ونرجع نكمل مع حضراتكم. أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان من مدينة العالمين الجديدة، بتابع مع حضراتكم أجواء وكواليس مهرجان العالمين الجديدة 2023 هنا على شاطئ البحر المتوسط بحضور الآلاف من المصريين والإخوة العرب في الفترة من 13 يوليو وحتى منتصف أغسطس. تابعوا معنا كل الأجواء والكواليس فقط وحصريا على أون تايم سبورتس. أعتقد أنه مكان رائع جدا والناس لطيفة جدا وودودة ونحن سعداء جدا للمشاركة في هذه المسابقة. بالفعل أنا زرت أماكن عديدة ولكن أنا سعيدة بوجودي هنا، وأعتقد أن هذا المكان رائع جدا ونحن نحب أن نكون موجودون هنا. كما قلت هذه فرصة رائعة أن نكون موجودين هنا ونلعب كسيدات في هذه البطولة ونثبت أن السيدات يمكنهن أن يلعبن هنا. بالنسبة لنا شرف كبير أن نكون موجودين كسيدات نمارس هذه الرياضة ونثبت أننا نستطيع أن نمارسها. هي فرصة كبيرة وشرف كبير لنا جميعا أن نظهر مهاراتنا. العالمين منطقة رائعة جدا وأتمنى أن الكل يزورها، وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة وأتمنى أن أعود مرات كثيرة أخرى. مكان مدهش، أنا سعيدة بوجودي هنا، أحب مصر وأحب ثقافتها وأحب حضارتها وكل شيء، وأيضا الأجواء رائعة. بالفعل أعتقد أن هذا المكان لديه فرصة كبيرة جدا في التطور أكثر من ذلك، والعالمين ومصر مكان مدهش وبالفعل الكل لابد أن يزوره وكأنها الجنة. أنا هنا أشعر وكأني في قطعة من الجنة وأستمتع بكل ثانية من وقتي. بالتأكيد أجواء جميلة في العالمين ولعبة التيك بول بقى عرفنا عليها. أكيد طبعا. في البداية أنا اسمي عبد الرحمن ممدوح، كنت حاكم في بطولة التيك بول هنا في المهرجان. بمنتهى البساطة هي بتعتمد على الكنترول، انت لو عندك كنترول يبقى الموضوع سهل بالنسبة لك، سواء كنت لعيب او حتى مش لعيب. حتى في ناس كتير بيلعبوها هم مش لعيبة كرة بس ولكن عندهم كنترول على الكرة. فانت دلوقتي لما بتيجي تلعب فيها متعة كبيرة جدا جدا جدا، يكون فيها مهارة كبيرة جدا جدا جدا. فانت لو عندك دورة تبقى سهلة جدا بالنسبة لك انك انت تلعبها يعني. بس حتى كمان النهارده نالت اعجاب الجميع في المهرجان يعني، وكان في جماهير كبيرة ما شاء الله، ولسه ان شاء الله مستمرين لبكرة بإذن الله. فان شاء الله يكون بطولة محترمة يعني وعلى قد يعني. بالنسبة لجميع التفاصيل هي مش معايا كلها بس، ولكن النهارده هشارك عدد كبير من اللعيبة، وبرده كمان بكرة هيكون في تصفيات النهائيات برده.
فان شاء الله باذن الله بكره يكون على مستوى عالي باذن الله يعني. طبعا هو التنظيم صح على اعلى مستوى، ما كناش متوقعين كده، كنا قالوا لنا انها تبقى حاجه حلوه بس مش بالحلاوه دي الصراحه. وزي ما انت عارف طبعا التيك بول اكتر رياضه انتشارا من سنه 2020 وحققت نجاح كبير جدا والناس كلها حباها، فيايت بقى ان شاء الله في المستقبل كده تعمل لها اتحاد ونبدا ننظم بطولات رسميه بقى هنا في العالمين وفي الشرق الاوسط وتبقى حاجه حلوه جدا يعني. بص هو قوانين التيك بول بيبقى الرالي فيها 12 نقطه، ده الست بيبقى كل اربع نقط بيغيروا سويتش سايدز على حسب بقى كل جيم 3 سيتس بيست اوف 3، بناء عليها بقى بتحدد مين اللي بيكسب مين اللي بيخسر. اكيد طبعا انا حكم في بطوله التيك بول النهارده، اجواء كانت ماشيه تمام، كل حاجه مظبوطه الحمد لله. اول البطوله نظام جميع واللي بيكسب بيتاهل باذن الله، واخرها بكره باذن الله. الحمد لله تعبنا شويه في تجهيزات الملعب، الحمد لله البطوله مشيت زي ما كنا عايزين الحمد لله، وربنا يتمم على خير بكره باذن الله. بلعب تيك بول يعني من حوالي 6 اشهر، يعني كان قالوا لي في تيك بول امباير فيها مكان فيها ترابيزات، فروحت مع الاول مع ابن اختي الاول ان انا عندي 55 سنه، وبعدين رحت تاني برضو مع لعيب كوره برضو معانا تاني ورحنا لعبنا، وبعدين بقى لما عرفت ان في بطوله قلت اروح اتمرن، فبقيت اروح اتمرن عندهم عشان اشترك في البطوله دي ان شاء الله. جميله جميله، مدينه جميله جدا ان شاء الله، اتمنى انها تكون فتحه خير يعني، وهي الرياضه احسن حاجه ان الواحد يغير الرياضه اللي بتبعد الانسان عن اي حاجه مش كويسه يعني، واي لعب رياضه يعني سواء التيك بول او التنس او اي رياضه يعني بتبقى حاجه كويسه جدا للصحه العامه يعني ولكل حاجه كويسه يعني. الحمد لله الحمد لله يعني، الواحد بيحاول يعني يقدر يعمل اللي عليه يعني، وحسيت ان الجمهور انبسط سبحان الله يعني من كذا حاجه حصلت. انت عندك مهارات جامده جدا، ربنا لا عشان انت بس بتجاملني، ربنا يخليك. فون تايم سبورتس، كلمني بقى على الاجواء الجميله هنا، اجواء الصيف في العالمين. لا الاجواء هنا كويسه جدا، ويعني طفره كبيره في مدينه العالمين ان تستقبل احداث كويسه ترفيهيه زي دي، الناس تتعرف اكتر على المدينه، فرصه برضو لان الناس تيجي من بره تصيف. مدينه كويسه جدا. مبسوط بقى في العالمين؟ مبسوط جامد، لان الجو هنا بس ما تحسش بصيف، احلى جو جو العالمين يعني، ما فيش حاجه اسمها حر، احلى جو جو العالمين، تعيش 3 4 شهور مفيش حاجه اسمها جو حر ومش فيه شمس، هوا والدنيا تمام والبحر والدنيا حفلات، وزي ما تقول بقى اي حاجه حلوه اقولها. لا لحد دلوقتي كله زي الفل، احنا بس مستنيين نجومنا بتاعه الجيل الذهبي عشان كل الناس تيجي عشان مصر. عايزين تصوروا معاهم؟ اكيد لو جت فرصه لازم نتصور معاهم. مين هيكسب النهارده، حسام غالي ولا عصام غالي؟ حسام غالي من غير ما نتكلم. كابيتانو ولا محمد فضل؟ لا محمد فضل. انا اسمعلاوي. اسمعلاوي احسن ناس. الله يخليك. اسمع قول لي بقى، جاي هنا تاكل مانجا بقى في العالمين ولا ايه؟ لا والله انا جاي صيف كده اسبوعين انا واهلي والاسره معايا هنا، وهو جينا لقينا اجواء يعني بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفين الاجواء حلوه. اول ما سمعت ان في تيكتات قطعت على طول من تذكرت، وفي النهارده فري الحمد لله، احنا بنعلى واحده واحده مش لازم ايه نعلى مره واحده، وبسم الله ما شاء الله النهارده يعني يوم مميز، وباذن الله بكره نستناكم في النهائيات. اكيد طبعا الاجواء حلوه الصراحه وتمام، وامبارح فرحتنا زادت الصراحه لما كسبنا 4-1 كمان على الزمالك. تمام اهلاوي؟ طبعا مرضيه الصراحه معايا. الجو جميل جدا بقى وانت بتتفرج على ماتش القمه هنا على البحر. طبعا اكيد طبعا فرقت جامد امبارح تمام، وكانت احتفالها حلوه قوي امبارح، والحمد لله على المكسب. طبعا هنزل ميه فين، في مكان احسن من كده؟ مفيش، ما اعتقدش ان في مكان احسن من كده. كلنا بقى في العالمين، وقول للناس بقى الاجواء اللي احنا بنعيشها في العالمين. انا كنت جاي اتفرج على الماتش امبارح، فلقيت كابتن حسام غالي، لقيت كابتن محمد فضل، لقيت الناس دي كلها، فطبيعي خلاص الناس كلها دي موجوده هنا، فانا هروح فين غير هنا. قول لي بقى ايه اكتر حاجه عجبتك في العالمين، المناظر الجميله، ناطحات السحاب، كل حاجه. انا حاسس ان احنا في دبي يعني، نفس دبي تقريبا يعني، الوضع مش مختلف كتير يعني. احنا من الفرق اللي شاركت النهارده الحمد لله، صعدنا للنهائيات بكره، وتنظيم كويس جدا، كان عاجبني الوضع يعني، وكان نفسي تيجي من بدري تتفرج علينا انت بالذات يعني كابتن غريم. اكيد مبسوط، انا من اهل العالمين اصلا، انا ومحمد صاحبي وشاركنا في البطوله النهارده تيم العالمين، وكسبنا الحمد لله، صعدنا ربع نهائي ومنورين العالمين، وفرحانين طبعا بالاجواء الموجوده هنا وبالتطورات الموجوده في العالمين، وان شاء الله في استمرار. منورنا والله كلكم، وتشرفونا في اي وقت، ومصر كلها بلدنا يعني، مش هتفرق عالمين غير عالمين يعني، والحمد لله. ومبسوط طبعا، ده بعيدا عن اي حاجه، بعيدا عن البطوله، كنا معانا سبورت الحمد لله يعني، وان شاء الله عايزين بس ايه نفرح بماتش امبارح الاهلي،
مبروك الاهلاويه. الف مبروك عليك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، تابعنا معاكم الاجواء والكواليس هنا من المدرجات على شاطئ البحر المتوسط في بطولة التيك بول، ثم كل الماتشات اللي موجودة هنا من النجوم اساطير الكرة المصرية اللي هيكونوا موجودين هنا على شاطئ العلمين الجديدة. بنتابع معاكم اجواء وكواليس مهرجان العلمين 2023 فقط وحصريا على اون تايم سبورتس.